نجي هسه ناخذ مثال على المحاضره الاخيره اللي هي motion 2 3 dimension. يقول لك a robotic vehicle or rover is exploring the surface of Mars. The stationary Mars lander is at the origin of coordinate and the surrounding Martian surface lies in the xy plane. The rover, which we represent as a point, has x and y coordinate that vary with time. لك خفض مركبة على سطح المريخ تستكشف المريخ. نزلت في نقطة معينة. هاي النقطة اللي نزلت هي حنعتبرها الأوريجين اللي هو صفر صفر. حيبدي يتحرك هذا الروفر أو المشين هاي على سطح البلين. وذ تايم حتتغي طبعا هنا الحركة ما تقالك على الاكس واي بلين. فبالتالي ايش مطيك انه مقدار التغير مالته او مقدار الحركه مالته كمركبات اكس وواي مطيك اياها كفانكشن كايكويجن. الاكس هي هاي قيمتها 2 ناقص 0.25 تي تربيع والواي يساوي 1 تي زائد 0.025 تي تكعيب. بحيث انه معنى هاي الكوردينيتس او اللوكيشن مالته حيتغير بتغير التايم. يبقى عندنا ثلاث مطالب. المطلوب الاول او الفرع الاول يقول لك يريد الروفرز كوردينيت اند ديستانسز فروم ذا لاندر ات تي يساوي 2 سكند. يريد الكوردينيت مالته ومكانه لما يكون التايم 2 2 سكند. نجي هسه بالبدايه المطلب اي وش مطينا؟ مطينا الار معناه انه الار مالتي او الديسبيسمنت مالتي او اللوكيشن مالتي مطيك اياه الاكس والواي عباره عن فانكشنز كفانكشن بدلالات التي. معناه كل ما يتغير التايم كل ما يتغير التايم كل ما يتغير اللوكيشن مالته. في المطلب الاول يريد مكانه ككومبوننت يعني قيمه الاكس والواي ايش قد والفيكتور والديسبيسمنت مالته الفيكتور الار ايش قد. فنجي نقول هسه احنا عندنا الاكس ما انه هو يريد اللوكيشن فنقول له ات تايم يساوي 2 سكند الاكس يساوي نجي نعوض مباشره الاكس يساوي 2 ناقص 0.25 في 2 تربيع يطلع لي قيمه الاكس هنا 1 متر. نجي نعوض بالواي يساوي لي 1 في تايم 2 زائد 0.025 في تي تكعيب 2 تكعيب يطلع لي هنا 2.2 متر. معناه لما كان التايم 2 سكند كان اللوكيشن مالته قيمه الاكس 1 هذا الاكس 1 والواي 2.2 حيطلع لي اللوكيشن مالته. فنجي مثلا نمد خط و 2.2 تقريبا هذا. اذا بهاي النقطه كان مكان او اللوكيشن مال ماشين او الروفر عندما كان تي 2 تايم 2 سكند. اذا هنا راح نجر خط من الاوريجين هذا شيء يمثل لي هذا يمثل لي الار 2 اللي هو الديسبيسمنت او اللوكيشن مالته لما تايم ايش قد تايم 2 سكند اللي هو تي 2 ايش قد مركباته قيمه الاكس 1 والواي 2.2. زين هاي هنا ككومبوننت هو كديسبيسمنت او كديستانس ايش قد قيمته يعني قيمه الار ايش قد. نجي نقول الار يساوي تحت الجذر x تربيع زائد y تربيع القيم اللي استخرجناها يطلع لنا 1 تربيع زائد 2.2 تربيع يطلع لنا 2.4m. اذا كقيمه هذا الديسبيسمنت او هذا الفيكتور اللي هو r2 قيمته 2.4 متر قيم يعني البعد مالته عن نقطه الاوريجين. هذا المطلب الاول. المطلب الثاني يقول لك find the rover's displacement and average velocity vector for the interval t equals 0 s to 2 second. يريد الروفر displacement ما بين لما t 0 و t 2 وبعد ما نستخرجها يقول لك احسب لي الافرج فيلوسيتي مال t. فهنا شو نسوي؟ حد نحسب هسه لما الار ايش قد قيمته لما t 0 والار ايش قد قيمته لما t 2 ونطلع من عندهم دلتا ار. فنجي نقول احنا ترى الار مالتنا اللي هو الفيكتور الرئيسي هو شيء يمثل لي يمثل لي الاكس زائد واي يعني اكس للاي بلس واي للجي ويساوي ايش قد قيمه الاكس 2 ناقص 0.25 تي تربيع هاي في الاي قيمه الاكس زائد
الواي قيمته 1 في التي زائد 0.025 في التي تكعيب كله في الجي. هذا هو الفكتور الرئيسي اللي على اساسه حيمثل لي وين البوزيشن مال روفر. فنجي هسه يقول لك يريد لي الدلتا ار ما بين 0 و2، فنقول له لما تايم 0 يجي نعوض يطلع لي الار سميناه طبعا هذا ار2، لما تايم 0 نكتب ار دوت حيطلع لي نعوض بدل كل قيمه عفوا تي 0 فش حيطلع لي؟ حيطلع لي 2 اي بلس 0 جي نانا 2 هذا حيكون قيمته 0 هذا قيمته 0 هذا قيمته 0 فحيطلع لي الفكتور مال تي ار دوت هو 2 اي زائد 0 جي. معناه لما بالتايم 0 كان مكانه 2 اكس واي 0 اذا هذا هو شو يمثل لي؟ هذا هو يمثل لي الار دوت 2 الاكس 2 الواي 0 اذا هذا هو يمثل لي الفكتور مال تي ار دوت. يجي لما تايم 2 تايم 2 سكند اللي هو نفس المطلب الاول حيطلع لي الار 2 شو يمثل لي؟ 1 اي زائد 2.2 جي اللي استخرجناه بالمطلب الاول 1 اي 2.2 جي اللي هو هذا. نجي نحسب الدلتا ار. اذا دلتا ار شو يساوي؟ ار 2 ماينس ار 1 ويساوي نطرح ال 2 من ال 1 شو حيطلع لي؟ يطلع لي ناقص 1 ار 2 1 من هنا حيطلع لي ناقص 1 متر للاي بلس 2.2 متر للجي. اذا هنا معناه انه الدلتا ار دي صار ما بين التو فيكتورز ار2 ناقص ار1 ناقص 1 متر للاي 2.2 للجي. اذا معناه هنا شيء يمثل لي؟ معناه انه الحركه مال الروفر او الحركه مال الاوبجكت هنا اتحرك بمقدار ناقص 1 الاكس نحو اليسار ناقص 1 الاكس نحو اليسار و 2.2 موجب نحو الاعلى اللي هو الواي. اذا معناه كانت الحركه مالتي بهذا الشكل حركة مالتي للأوبجيكتس بهذا الشكل. يعني كان في لما تايم صفر كان بمقدار 2x 0y بس لما تايم 2 صار ب 1x 2.2. إذا هنا معناه هذا أنه تحرك لي خلال التايم من 0 إلى 2 من ناقص 1 نحو اليسار يعني نحو x السالب أو باتجاه x السالب و2 باتجاه الواي الموجب. هنا طلع لي دلتا R. المطلب التكملة مالتي يريد دلتا V average وهو ال V اي في شو يساوي لي؟ الدلتا ار على الدلتا تي ويساوي يعني ناقص 1 للاي بلس 2.2 للجي على 2 ناقص 0 ويطلع لي الفي كافرج يساوي لي ناقص 0.5 للاي بلس 1.1 للجي. إذا المعادلة مالتي الـ average velocity قلنا هنا حيطلع vector فـ components على محور x والy و b direction حيطلع قيمته ناقص 0.5i زائد 1.1j. إذا معناه شنو؟ معناه إنه الـ v average لمركبة الـ x ايش يساوي لي؟ ناقص 0.5 متر على الثانية. والـ v average عفوا average لهاي المركبة أو لهذا المركبة على محور الواي قيمتها 1.1. إذا هنا خلص عندنا المطلب الثاني حسبنا دلتا R ورا ما عوضنا بالمعادلة الأصلية بالتايم 0 تايم 2 وطرحنا دلتا R هو 2 ناقص 1 وراها من هاي المعادلة الأخيرة حسبنا الأفرج اللي هو دلتا R دلتا T طلعنا ناقص 0.5A زائد 1.1 جي. المطلب الثالث اللي عندنا يقول احسب لي هسه general expression for the rover's instantaneous مطلب سي rover's expression
instantaneous velocity لما تي اثنين in terms of magnitude and direction. read instantaneous velocity للمركبة اللي عندنا لما time اثنين. ما نحن هيد instantaneous velocity ما نحن نتعامل ويا من ويا ال v ال x وال v y لما نحن لازم نشتقها. احنا عندنا قيمة ال v x إذا معناها ال v x من جاي مشتقة d x وال v y جاي مشتقة مركبة ال d y. فنجي نقول هنا بالمطلب الأول v x يساوي شو يساوي ال v x مشتقة d x على d t. ال d x شنو قيمتها اللي هي الأصلية 2 ناقص 0.25 t تربيع. فتصير المركبة مالتها 2 t في ناقص 0.25. ال vy شو يساوي dy على ال dt نقول منها مباشرة ماينس 0.5 في t. هنا ال dy نعوض حيطلع لنا 1 بلس 0.075 اللي هو تي تكعيب حيصير في التي تربيع 1 زائد 0.075 في تي تربيع. هاي هنا اشتقيناها. شو يريد هو؟ يريد الانستانتينوس فيلوسيتي. الانستانتينوس فيلوسيتي هنا يكون ايضا مركبه لانه عباره عن فيكتور. فهيكون قيمه الفي اكس مالت الاي بلس في واي للجي. نجي نكتب نعوض كل قيمه يساويها يعني ناقص 0.5 في التي الاي بلس 1 زائد 0.075 تي تربيع في الجي. اذا هنا الانستانتينوس فيلوسيتي كمعادله كاكسبريشن كايكويجن هي ناقص 0.5 تي الاي اللي هي مركبه الاكس مايته زائد 1 زائد 0.075 تي تربيع للجي. يريد هسه قيمتها لما تكون تي 2 نقول ات تايم يساوي 2 ايش قد قيمه الافريج او الانستانتينوس فيلوسيتي. فاما نجي نعوض تايم هنا 2 ونستخرجها او مباشره نستخرجها منها. فنقول له الفي 2 الاكس شو يساوي. نجي نعوض هسه بالمعادله الاصليه اللي هي ناقص 0.5 في التايم 2 ايش طلع لي ناقص 1 متر على S. V2X اللي هو ناقص 1 متر على الثانية. نجي نعوض هنا أيضا الـ V2 للـ Y شو يساوي؟ نعوض القيمة حتطلع لنا 1.3 متر على الثانية. إذا معنا الـ Average Velocity اللي بالـ Time 2 قيمتها على مركبة الـ X هو ناقص 1 على مركبة الـ Y 1.3. هنا شو يريد هو؟ يريد الـ V. الـ V شو يساوي؟ الـ V2 تحت الجذر vx تربيع زائد vy تربيع. نجي نعوضها يطلع لنا ال v هو 1.6 متر على الثانية. إذا معنا قيمة ال velocity لما تايم 2 هي قيمتها 1.6 متر على الثانية. إيش قد اتجاهها؟ قلنا إحنا نريد هنا magnitude نريد direction. إذا معنا لازم أكو زاوية. إيش قد اتجاهها؟ هنقول له تيتا يساوي tan inverse اللي هو ال vy على ال Vx ويساوي 1.3 اللي هاي القيمة على ناقص 1 ويساوي ناقص 52 شنو درجة. يجي نشوف ناقص 52 من نحسبها. أنا عندنا هاي R dot هاي R 2 ولما تايم 1 يطلع لنا R 1. طبعا إذا دي نرسمها أو نطلعها لازم نشوف قيمها. معناه هنا احنا قلنا دائما ال V حتكون قيمتها او اتجاهها تانجنتس المن للباث مالتي او الحركه مالتي. ما هنا عندني تي 2 فحيكون شنو اتجاهها ملامس او مباشره تانجنت للباث مالتي. ايش قد قيمه الزاويه مالتي؟ قيمتها ايش قد؟ قيمتها 1.6. الزاويه ناقص 52. زاويه ناقص 52 من حسبها؟ حسبها من محور الاكس السالب. يعني من محور الاكس السالب باتجاه الواي حتكون 52 أو ممكن تكون 128 من محور الاكس الموجب. هيكون تانجنت هاي شو تمثل لي؟ هاي تمثل لي الفي 2 كاتجاه.
قيمتها أما ناقص 52 محور السالب أو 128 مين من محور الأكس الموجب. شلون حسبها هاي الثيتا أو الألفا؟ 128 أو تساوي 128 اللي هو كل المحور 180 ناقص القيمة اللي عندنا طلعناها هي 52 يطلع لي 128 مع محور هذا الأكس الموجب أو هذا مع محور الأكس السالب. هنا بالمطلب حسبنا أو بينا أنه جقد قيمة الـ velocity دائما time 2 وجقد قيمة الـ direction مالتها. المطلوب من عندكم شباب أنه آني تحسبوا لي الـ v لما r dot يعني لما time 0 الـ v قيمة واتجاه ولما الـ r1 لما time 1 يعني في لحظة معينة حيكون عندي time 1 time تي يساوي 1 تقدرون تحسبوا لي اللي هو حيمثل لي هنا هذا ار1 تحسبوا لي ايضا الفي1 كقيمه وكاتجاه. اذا المطلوب من عندكم انه الفي دوت يقد قيمه واتجاه والفي1 ايضا يقد تكون قيمه واتجاه. لهنا خلص حل المثال الاول اللي ما يتعلق بالموشن انتو اور 3 دايمنشن.